تتاكد ان هاروبا قهوه اللي بتتكلم. اخطبها تفضلي لك الله خليهم يسمعوا ويتعرفوا عليك مره ثانيه. تفضلي اخطبها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أجمعين من أول مكنن إلى آخر مكنن. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن المسيح ابن مريم عبد الله ورسوله. أولا أنا أحيي كل الناس اللي موجودة في الغرفة والقائمين عليها، الأستاذة ربا قعوان إذا كان هي أظن اسم بنت قسيس، وأحيي كل المسيحيين والمسلمين اللي موجودين، ربنا يبارك حياة الجميع، ودي وردة مني لكل الناس اللي موجودة. أستاذة ربا احنا شفناكي على قناة الحياة كذا مرة أول مرة، وأظن برضو إخواننا المسلمين شافوكي بتخرجي من الإسلام، وبعد كده هو احنا عرفنا انك انت رجعت للإسلام تاني. سبب خروجك من الإسلام ايه ورجوعك للإسلام ليه؟ يعني انت رحت المسيحية ليه ورجعت تاني دلوقتي للإسلام ليه؟ لان احنا معنا يعني انا مش شايف في منتديات او في اي اماكن انت بتتكلمي عن الفترة دي، انت ما يعني مش قادرين نعرف على معلومات عنها. يعني ايه الاسباب الحقيقية اللي خليتك ما ربنا هداها ما فيش مشكلة، بس احنا نعرف الاسباب، ايه السبب؟ هي ما هي كانت مسلمة او كانت مسيحية وبعدين راحت اسلام، احنا لا نشكك لا فلوس ولا مش غير فلوس، راحت للاسلام وبعد كده الاسلام للمسيحية وبعد كده هو رجع تاني للاسلام. التغيرات دي وبالسرعة دي يعني ممكن تكون ما كملتيش شهرين، فعايزين بس نعرف. شكرا واشكركم جدا. السبب خروجي من الاسلام بسبب انه بدل ما اني انا اركز عباداتي واركز عباداتي نعم لله سبحانه وتعالى، كنت اركز على المجتمع وعباداته ونسيت نفسي انا، فهذا هو كان السبب الرئيسي. وأعتقد لما تكلمت أيضا على قناة الحياة تكلمت عن الابتلاءات اللي أنا مريت فيها في الإسلام من الناس، وشدة هذه الابتلاءات خلتني أني أنا أسأل نفسي ليش يا رب؟ طب أنا عملت إيش يا رب؟ أنا أهلي والجماعة اللي حوالي بلاقي اضطهاد كبير، إيش معنى أنا بلاقي الاضطهاد من المسلمين أيضا؟ واضطهاد المسلمين أحيانا بيكون أقسى من الأهل، بس على الأقل الأهل ممكن إني أنا ما ألومهمش لأنه بالنسبة ليهم إنه أنا اللي بعمله غلط، لكن ليه المسلمين بلاقي منهم؟ طبعا كل هذا كان ابتداء، نسأل الله سبحانه وتعالى، وأنا فشلت في هذا الابتداء، يعني أنا أعترف إني أنا فشلت في هذا الابتداء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا ويغفر لنا. هذا هو كان السبب اللي خلاني أترك الإسلام، إنه إذا ما لقيتش ناس عمالة بتطبق الإسلام بالتطبيق عملي صحيح فإذا الإسلام غلط. طبعا الكلام هذا غلط، المفروض إذا ما لقيتش إنسان بيطبق الإسلام صح وأنا الوحيدة اللي بطبق الإسلام صح يبقى أنا الجماعة مش هم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا. الشيء الثاني اللي خلاني أني أنا أدخل المسيحية لأنه شدة طريقة يعني كلامي مع المسيحيين وثقتهم بنفسهم اللي خلتني أنا أفقد ثقتي بنفسي وبالمسلمين، خلتني أني أنا أتعجب طيب ليه المسيحيين لهالدرجة عندهم ثقة بالنفس؟ يبقى أنا ممكن في عندي شغلة ناقصة، ليه هم شايفين إنه المسيحية والإيمان بالمسيح كمخلص شخصي هو اللي بيعطي الحياة الأبدية
هو اللي بيعطي. طب ممكن يكون انا في شغله انا فقدتها انا ما اعرفهاش، ليه ما اجرب اني انا ادخل المسيحيه واشعر بالشعور اللي هم بيشعروه، والاقي نفسي انه انا شاعره بسلام وبفرح، واني انا مخلصه يعني، فخليني اصير مسيحيه. فهو الشخص هو الشيء اللي خلاني فعلا اني ادخل المسيحيه. وفعلا وقتها عشان ادخل المسيحيه لازم اصلي واقول يا رب ادخل لقلبي وسامحني، ويا رب اغسل دمي اغسل قلبي بدمك، وانت الاله طبعا يسوع المسيح الى اخره. فانا عملت الاشياء اللي هم بدمي وعملتها من قلبي، عشان انا فعلا كنت في هذيك الفتره زي الغريق يعني، اللي كان يستغيث انه انا عايزه الحياه، عايزه الاقي الطريق الصح. في نفس الوقت انا كنت وقتها يعني ايماني في الاسلام ضعيف جدا، لدرجه اني تركت الصلاه فتره وتركت يعني تركت المسلمين. كانت كمان احد الاخطاء اللي عملتها اني انا تركت المسلمين وقعدت لوحدي بعيد عن جماعة المسلمين، حتى لو كان في منهم سيئين المفروض انه احنا ما نتركهمش. فانا تركتهم طبعا واتجهت الى المسيحية، وطبعا كنت فريسة سهلة بالنسبة للكنائس وللمسيحيين. ووقتها طلبت يسوع مخلص شخص لحياتي، وبدأت دخلت مع المسيحيين وصرت اروح على الكنيسة الى اخره. وهذا كان الشيء الحقيقي، إنه بعد ما وقفت على رجلي وبعد ما بدأ عندي الشفاء النفسي الداخلي، بعد فترة من الزمن من التئام الجراح اللي أنا يعني تعرضت لها من المجتمع ومن الأشياء اللي حصلت معي في حياتي، بدأت أنا أفكر هل ماذا فعلت يعني، إيه الأشياء اللي خلتني إني أصير مسيحية. دخلت جامعة اللاهوت عشان أنا أدرس اللاهوت، وكل مرة كنت أدرس أكثر في اللاهوت وفي systematic theology، النقد الأعلى للعهد القديم إلى آخره من الأشياء. الإيفانجيليزم كمان أخذت برضو عن كراسة تبشيرية، وهذا كل ما أفكر أكثر في الموضوع كل ما أدرس أكثر كل ما ألاقي نفسي إنه غلط اللي عملته كان غلط. ما لقيتش الإشباع النفسي، ما لقيتش ماء الحياة اللي كان يحكي عنها المسيح في الكتاب المقدس في يوحنا. ماء الحياة وجدته بكلام المسيح ورسيح، لقيته بتعاليم المسيح وليس المسيح نفسه، لقيته بما كان يعلم فيه المسيح أن هناك إله واحد وأن يسوع المسيح هو المرسل. صار عندي صراعات داخلية، بدأت أبحث أكثر، صرت زي شخصيتين يعني منفصلتين، زي الانفصام يعني في الشخصية. بدأت يعني أقعد مسيحية ومسلمة، وساعة مسيحية ساعة مسلمة. لما أجي أصلي مش قادرة أصلي للمسيح، أصير أبكي، أقعد ليالي وأنا أبكي وأقول يا رب طيب ليه مش شايفة إنه أنا صح. كنت أروح لحالي وحدي بصراحة يعني، كنت أقعد لوحدي عند البيت عند البحيرات وأقعد هناك وأقعد أفكر يا رب طيب يعني أنت اللي خلقت هاي الدنيا وهذا الطبيعة الجميلة جدا اللي خلقتها، أنا شايفة يعني آياتك وأعمالك أنت الواحد الخالق، لكن مش شايفة المسيح خلال هاي الخليقة. هل الخليقة هذه كالشجر والأرض تحتاج إلى موته وصلبه وقيامته؟ في العهد القديم في التكوين بيقول إنه لعنت الأرض بسبب آدم، فأصبحت الأرض تخرج حسكا وشوكا. فإذا لعنت الأرض بسبب آدم، فيجب على الأرض أيضا إنه تخلص بدم المسيح. هل فعلا خلصت بدم المسيح؟ جتني أسئلة كتير، وقعدت أنا يعني أسأل نفسي يا ربي أنا شو اللي عملته. الشعور بالذنب كان قاسي جدا، كان عندي زي رثاء على نفسي، كنت أبكي كتير،
لدرجة انه كان يفكروا انه فعلا انا بحاجة لدكتور نفسي. امي بالاخر قالت لي ربا ما بنفعش انك انت تحاولي انك تمسك العصاية بالنص، لازم you have to go to a faith، يعني لازم تلاقي ايمان، لازم تلاقي عقيدة. وكانت طبعا تحاول تقنعني انه اني ابقى طبعا المسيحية واصلي اكتر واروح الكنيسة اكتر واسأل البروفيسورات اكتر والى اخره يعني، لكن مش قادرة يعني بروح الكنيسة بصلي بس مش قادرة الاقي الشبع النفسي اللي في داخلي. كان عندي فراغ كبير ولما بصلي للمسيح مش الشيء الصح اللي عندي. الى ان بدأت اني ادرس مرة تانية في العقيدة، خاصة في النقد الاعلى للعهد القديم، لانه كنت عم باخذ المادة هاي في الجامعة. واستغربت انه في النقد الاعلى للعهد القديم ودراسة الاسرائيلي القديم اللي كان قبل ما يجوا الانبياء، وجدت انه في كثير من المعتقدات الموجودة عند اليهود متشابهة جدا مع معتقدات الاسلام، حتى الشريعة، حتى الاشياء الغيبيات مثل الشيطان مثلا، طريقة الشيطان، السيروفيم، الكروبيم. هل تعرف ان السيروفيم هو مش ملائكة، هي مخلوقات الله، هي ليست ملائكة. علمونا بالمسيحية انه الشيطان ملاك وقع من مش عارف ايش، لانه تمرد على الله وتكبر وطلع، يعني هو كان ملاك نور الى اخره، لكن هو ليس ملاك في الحقيقة، هو خليقة من خلائق الله، مصنوع، الله خلقه من النار وليس من النور. في اشياء كتير يعني لقيتها بصراحة متشابهة جدا مع الاسلام. طب ايه اللي عرف رسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني هاي الاشياء كلياتها النقد الاعلى، دراسات النقد الاعلى ما كانتش على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت على وقت الاعلى، كان في القرن العشرين بدأوا في النقد الاعلى. يبقى من اين جاءوا بهذه المعلومات جميعها، وكيف عرف الرسول صلى الله عليه وسلم عن هاي الاشياء؟ المشكلة كانت عندي انه اوكي انا اؤمن ان المسيح الله، ان الله في هذيك الفترة، استغفر الله العظيم، انا اؤمن ان المسيح انصلب عشاني، لكن مش قادرة اني انا اتغاضى او اتجاهل الحقيقة اني اؤمن بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. كنت كتير اقعد في الكنيسة ويقعد يستهزئ مثلا المسيحيين، يعني ما بديش احكي لكم، ما بدي اعطيكم فكرة سيئة، لكن لانه انا كنت مسيحية واسلمت الى اخره، يجوا المسيحيين يقعدوا يتكلموا معايا بالاسلام، رغم انه هم في الجلسات العادية ما بت، لانه انا عندي خبرة شخصية بموضوع الاسلام وهيك، يقعدوا يتكلموا معايا بالطريقة هاي، يقعدوا يتكلموا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويعطوني شبهات الى اخره. اقولهم يا جماعة انتوا مش فاهمين، في اشياء كتير في الشبهات يعني الاسلام المسلمين يقدروا انهم يجاوبوا عليها، وانا مش شايفة انه فيها اشي غلط. ليه شايفين انه مثلا صعب جدا انك تصدق انه الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج واحدة عمرها 9 سنين؟ ليه صعب جدا انك تصدق انه الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج اكتر من واحدة، يتزوج 13 واحدة؟ مش قادر تصدق انه وتؤمن ان سليمان تزوج 1000 واحدة، يعني مش غلط الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا تعطيني شبهات يمكن الرد عليها بكل سهولة؟ فلما كنت انا يعني اناقش في هذا الموضوع، ولما طلعت من الجامعة زي ما حكيت البارح، اجاني 2 بروفيسورات قبل ما اطلع عن الجامعة باسبوع، طلب مني اني اقعد معهم في الجامعة، وقعدنا نتناقش في الموضوع هذا اكثر من 2 ساعة. وهذول البروفيسورين على فكره هم عرب متخصصين بالاسلاميات وبالشبهات الاسلاميه، وهذا اللي بيدرسوه في الجامعه المسيحيه، بيدرسوه شبهات اسلاميه للاسف، ما بيدرسوهوش العقيده. فسبحان الله ما قدرتش اني انا اتابع هذا الموضوع، انه كل ما بدرس اكثر في الكتاب المقدس بلاقي حقائق تحت السطور او ما بين السطور،
ممكن انت كمسلم يعني مولود مسلم يعني تعتبر انه الكتاب المقدس محرف وإلى آخره، لكن انا كأخت تربيت على الكتاب المقدس على انه هو كلام الله. لما اجيت انا اقرأ في الكتاب المقدس وجدت كثير من الحقائق موجود فيها ايضا، وهي لا تتعارض ولا يعني تنقض كلام القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. بالعكس، في أشياء كثير الرسول صلى الله عليه وسلم قالها نفس الأشياء اللي كانت في الكتاب المقدس، نفس التعاليم. فالمسيح يقول إيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جديد على البشرية، ما جاب الشيء الجديد، هو جاء بنفس الرسالة اللي أجوا فيها الأنبياء الثانيين، ما جابش حاجة جديدة. كل اللي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم انه اكد على العقيدة اللي جاء فيها الانبياء التانيين اللي قبله، وايضا انه يعني كمل الشريعة اللي صار، اللي عمله انه ربط ما بين الشريعة اليهودية وما بين شريعة المسيح الروحية. الشريعة اليهودية طبعا انا بتكلم من نفسي، لا هي فتوى، لا تعتبروها لا هي فتوى ولا هرطقات ولا الى اخره، هي مجرد يعني اراء شخصية لي يعني. وانا اؤمن ان الله سبحانه وتعالى انزل الشريعة على موسى كلها فيها الحلال والحرام وماذا تفعل وماذا لا تفعل، وهي ايضا الشرائع العملية. والمسيح وجدت انه في كثير من الشرائع التي اكد عليها على موسى عليه السلام، لكن ايضا جاء بعد اخر اللي هو البعد الروحي، بعد المحبة، الرحمة وطريقة التعامل بالمحبة الى اخره، وهذا شيء كثير جميل. للأسف الشديد انه المسيحيين يؤمنوا بشريعة المسيح لكن يتجاهلوا الشريعة العملية اللي هي شريعة موسى، ويقول لك لا هذا كان في العهد القديم، العهد الجديد تغير هلا. لكن الإسلام جاء ربط ما بين الشريعة العملية والروحية، العلاقة مع الله سبحانه وتعالى والعلاقة مع الآخرين، وأيضا الشرائع اللي هي الحلال والحرام إلى آخره والفقه، وربطها وأكملها جميعا. هذا ما أؤمن فيه أنا. بارك الله فيكم. فهذا اللي خلاني أخيرا أني أتوصل إلى هاي النتيجة. لا أستطيع أني أنا أنكر أني أنا من أصول مسيحية، ولا أستطيع أن أنسلخ عن أهلي لأنهم مسيحيين انسلاخ كامل، ولا عن جذوري، لكن أستطيع أن أقول أني مسيحية مسلمة، مسيحية لأنه أؤمن بتعاليم المسيح ولكن لا أؤمن بألوهية المسيح، ومسلمة لأني أسلمت نفسي لله سبحانه وتعالى وأشهدت أن لا إله إلا الله، وأني آمنت بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم أنه آخر خاتم المرسلين وأكرم الأنبياء. بارك الله فيكم. معكم مالك. شكرا شيخنا المستشار، ربنا يباركك. يعني انا عندي ثلاث اسئله على السريع، ارجو انك تسمح لي بوقت ثلاث دقائق بس، كل سؤال في دقيقه واحده. السؤالين الاولين هيبقوا متعلقين بمداخله الاخت رضا معايا اللي كنت حضرتك حاضر فيها. سالتني سؤال، هي قالت لي طبعا طائفه وكملت لي كذا طائفه، انا مش هطول في السؤال. انا هجيب على السؤال دوت بناء عليه على كذا سؤال. انا لا اتبع لاي طائفه ولكني تابع لطائفه اسمها اولاد الله، هل تعرفين عن طائفه وسمعت عنها اسمها اولاد الله؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، انا بحاول اسرع عشان ما اخش وقت طويل على الاخوه. السؤال الثاني، حضرتك دعيتي دعاء كويس، يعني قلت لي ان شاء الله تكون في الفردوس مع المسيح باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، صح كلام كده؟ دعيتي الدعوة دي في المداخلة الماضية. طيب نعم، كويس جدا. طيب سؤالي بناء على المداخلة بتاعتك الماضية، كان حضير على فكرة الشيخ المتسكاوي،
أين قال المسيح تحديدا، أين قال المسيح صراحة للنص اليمين اليوم ستكون معه في الفردوس باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ده سؤال الثاني. الثالث بقى ده سؤال لحضرتك ولكل إنسان بيسمعني دلوقتي، سؤال ده من الكتاب المقدس بيقول ماذا ينتفع الإنسان لو ردح العالم كله وخسر نفسه؟ دي كل الأسئلة اللي عندي، وشكرا. وأنا حاولت قلتهم بسرعة عشان ما طولش. شكرا. طيب يا أستاذ الإسلام ولا يهمك إن شاء الله، هذا هو السؤال والآن أخت مروبة تجيبك. تفضل يا أستاذ مروبة. تعرف أنا فعلا خسرت العالم كله، خسرت المسلمين والمسيحيين. من صعب جدا إني أنا أبني ثقتي أو أثق في المسلمين مرة ثانية، صعب جدا. والمسيحيين أيضا من الصعب جدا إنهم يثقوا فيه بعد ما أنا تركت الإسلام، أنا بعد ما أنا تركت المسيحية. ف يعني أنا محاصرة من الجهتين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربنا وأن ييسر حالنا يعني. ومحاصرة من أهلي، محاصرة من التنين يعني، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويتوب علينا. أنا لم أسلم من أجل الناس، أنا أسلمت لله سبحانه وتعالى. ناس كتير قالوا لي إيش رجعت للإسلام، ما حدا رح يصدق على إيش رجعت على الإسلام هيك يعني، أو شو أنت قاعدة تلعب بالدين لعب، إيش هي لعبة، ساعة مسيحية ساعة مسلمة ساعة أبصر إيه، أو مثلا واحد يجي يقول لك شو اسمه يا منافقة. طب يا أخي النفاق، أنا بعرف إن النفاق ما بيكونش على علن يعني، أنا بعرف النفاق بالداخل، الإنسان بيكون بيحكي إشي قدامه إنه هو شغل كويس بس من جوا بيكون إشي تاني يعني. هذا أنا بعرف هذا هيك النفاق يعني. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي قلوبنا من النفاق، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا ويرزقنا علما نافعا. الشيء الثاني أنا عايز أقول لك يا اللص اليمين، هل تعرف أن الكتاب المقدس وحتى النقد الأعلى في الكتاب المقدس لا يثبت أن الشخص اللي قال اذكرني يا رب متى جئت لملكوتك إنه هو على اليمين؟ الكتاب المقدس لا يذكر أبدا إن هو اللي على اليمين أبدا. ممكن يكون هو الشمال اللي قال يا رب اذكرني متى جئتنا ملكوتك. لذلك اسمك النص اليمين اللي كان على الصليب، الكتاب المقدس لا يذكر ان النص اليمين هو اللي دخل الفردوس، ممكن يكون النص الشمال. لكن انا اسأل الله يا النص اليمين انك انت تعرف الحق فعلا وتعمل دراسات اكتر شوي في دينك وفي الاسلام، وتعرف الاسلام الحقيقي وليس الإسلام اللي بدرسك إياه واحد مسيحي، وتدخل الفردوس فعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك إلى الإسلام. بارك الله فيكم. معكم مايك. لا، وتثبت في الأول، وتثبت الأستاذ النص اليمين أن هناك عقوبة صلب للسارق في ذاك الزمان. طيب نعمة وسلام لحضرتك، ونعمة وسلام لكل موجودين في الغرفة الجميلة، وأهلا وسهلا بالأخت روبا قعوار، أهلا وسهلا بالجميع. إزاي حضرتك يا أستاذ سامحني؟ أنا أهلا وسهلا بحضرتك. يعني أنا شيخنا ليا سؤال بسيط عند الأستاذ روبا قعوار، وليا تعقيب يعني صغير جدا صغير جدا حضرتك، في أي لحظة تاخد المايك مني أنا تحت أمرك. النقطة الأولى أقولها للأستاذ روبا قعوار، سيف الكلمة، لأقولها الأستاذ روبا قعوار، يعني سؤال بسيط، هل حضرتك لما دخلت المسيحية أو تركت الإسلام في المرة الأولى ودخلت المسيحية اتعمدتي؟ هل حضرتك اتعمدتي في المعمودية ولا لا؟ بس ده سؤال بسيط، وأتمنى حضرتك أتمنى يعني تجاوبين عليه. والنقطة الثانية، حضرتك فعلا في الإيمان في الكتاب المقدس تزوج بألف واحدة، فعلا هذا الكلام ذكر، وأيضا الأستاذة روبا قعوار فعلا كلام حضرتك صحيح. طيب بالنسبة لأمناد،
انا حابة افاجئك انه انا اتعمرت مرتين مش مرة واحدة. مرة في عام 93 ووالدي هو اللي عمدني بروتستانت انجيلية. المرة الثانية بعد ما رجعت من الاسلام. وحتستغرب لو قلت لك اني انا تعمدت قبطي ارثوذكسي. انا اريد ان اقول لك من دراستي للعهد القديم والنقد الاعلى للعهد القديم. عايز اقول لك انه في التلمود والتقليد اليهودي بيقول انه سليمان عليه السلام انه كان يدخل على نساء الالف الف واحدة كان يدخل عليهم في الليلة الواحدة في ليلة واحدة. لاحظ الشيء الثاني والاخير عايز اقول لك اياه وانا عايزة اني اغير شوي كلام. ماذا يفيدك ان كنت عرفت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتزوج نساءه 13 امراه؟ ماذا سيفيدك؟ هل هو هذا الاسلام؟ دين من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نفتخر بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ليه الاسلام ان تؤمن بالله عز وجل تؤمن بإله واحد وأن لا تؤمن وإنما تؤمن إلى تؤمن به كنبي؟ هو هذا الإسلام، أن تؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم، هو والأنبياء جميعا حتى سليمان اللي كتب عنه في التلمود لازم تؤمن فيه. لكن المعلومات الثانية كلها دي من القصص ومن السير لن تفيدك في شيء. خذ المفيد، خذ الطريق اللي بوصلك للسماء للحياة الأبدية. بس بارك الله فيك. الأستاذة إذا كانت هي فعلا الأستاذة ربا قعوار فأنا بسمع حاجات جديدة بالنسبة لي. على قد علم ان المسيحي اللي بيترك المسيحية وبعد كده يرجع لها تاني ما بتعمدش تاني خالص. فحضرتك تعمدتي مرة تانية دي جديدة عليا، لكن ممكن الحاجة اللي هي شدت انتباهي جدا برضو هي ان الرسول الكريم لم يأتي بجديد، يبقى ايه لازمة الاسلام ده؟ الاسلام ليس له اي لازمة خالص، انت كده هدمت الاسلام تماما. وبعدين يعني ايه يعني دخلت المسيحية او دخلت الاسلام وسبت الاسلام ودخلت المسيحية؟ انا رأيي ان انت يعني تاخدي فترة كده وتثبتي وتذاكري كويس وما تبقيش عاملة زي الناسخ والمنسوخ. انا اسف جدا بس يعني الوضع غريب جدا. حاولي ان انت تثبت شوي. اشكرك يا شيخنا عادي يا اخوان. ليه لقط وليه؟ لا عفو يا استاذ سامحني. عادي عادي جدا، الرجل يقدم لها نصيحة، شو المشكلة؟ ليه زعلانين انتو الفاتحين هالان بحري؟ شو مالكم؟ طيب كده عندي صوت؟ لو عندي صوت حد اديني واحد. طيب اولا اخت ربا قعوار انا مبسوط جدا ان سمعت صوتك، وعلى فكرة انت اكيد فكراني من زمان خالص من ايام ما كنت بتتحاوري لما كنت مسلمة من الاول، وانا قدام الغرفة كلها انا اسمع هذا. انا بقول للغرفة كلها انا ببارك من كل قلبي للاخت ربا قعوار على اسلامها. بس لدي اربع نقاط واتمنى انك تكتبيهم في ورقة عشان لما تطلع تجاوبيهم بالترتيب، وهذا ليست يعني امر مني ولكن محبة مني لك تجاوبينا حتى تستفيدي انت وحتى استفيد انا وحتى يستفيد الغرفة. لو توافقيني في ذلك يا ريت تديني واحد انك تكتبي الاربع نقاط دول. اولا انا ليست ابرام، لا مش ابرام، اولا انا تعهدت فيك انك لا تكذبي،
لدي أربع نقاط وبعض الأقوال التي أنت نطقتها، فأريد أن أعرفها. النقطة الأولى، حضرتك كلنا نعرف أنك أخذت جائزة بر الوالدين لأنك وأنت مسلمة كنت تبرين أهلك وكنت تعاملهم جيد، في حين أنك لما وقفت في قناة الحياة قلت بالنص الواحد أني رجعت إلى أهلي وعشت عندهم وكنت أعاملهم معاملة سيئة جدا وهم كانوا يعاملوني معاملة حسنة. هذه النقطة الأولى، أليست هذا تناقض؟ وأنا أعشم فيك دائما أنك لا تكذبين. طيب النقطة الثانية، أنت حضرتك قلت من أسباب تركك للإسلام وذهابك إلى المسيحية، على أسباب ذهابك إلى المسيحية، إن وجدت أن عيسى ابن مريم لم يخطأ ولا خطأ على عكس كل الأنبياء، فقلت بالضبط كده أن كنت رحت للشيخ وسألت الشيخ ده، قلت له يا مولانا المسيح لم يخطأ، عيسى ابن مريم ما خطأش ولا مرة، طب ازاي ما يبقاش اله؟ فقلت الشيخ قال لي بالنص، والكلام ده موجود على قناة الحياة، قلت اللي الشيخ قال لي يا ربا هيرجع تاني وممكن في المرة التانية يخطأ، فهذه الاجابة لم تقنعك، اريد اجابة عليها. النقطة الثالثة، انت حضرتك رحت في الغرف المسيحية وقلت بالنص الواحد في ايامك الاخيرة اني اؤمن ان المسيح بعد كل ما شفته ان المسيح هو اله ولكنه ليس الله، اي انك رجعت الى الفكر الاريوسي، برضو نريد ان نعرف فكرك. الحته الثالثه، انت طالعه وبتقولي كلمه غريبه خالص استغربت لها، دي رقم اربعه، انت قلتي ان السيده عائشه لما تزوجها الرسول وهي في سن صغيره مش حاجه، حتى انا كنت بتقولي، انا كنت بقول للمسيحيين ليه انتوا مستغربين من كده، يعني رغم انك انت في قناه الحياه علقت عليها بالذات وانكرت وقلت دي شيء غريب من الحياة اللي خلتني مش قادرة اتحمل ازاي الرسول تزوج واحدة وهي سن وهي صغيرة. خلاصة الكلام احب اقول لك آية واحدة من الكتاب المقدس، يأتون من المشارق والمغارب في حضن ابراهيم اما ابناء الملكوت فيطرحون خارجا، اي انت بخروجك من المسيحية تؤكد صحة الكتاب المقدس الذي قال الكتاب المقدس ان ابناء الملكوت هيطرحون خارجا اما البعيدين فسيرجعون. وعلى فكرة إجابتك تهمني، وأنا قبل ما أكلمك كنت اتصلت معك على المايك وكنت بكلمك خاص وطلبت صداقتك، ولا تعتبري هذا الكلام رفضا لصداقتك، ولكن أنا أتشرف بصداقتك وأنت سواء كنت مسيحية أو مسلمة أو غير ذلك خالص، وعدك بأنك رافع الصليب بجوار الجامع في نكميمك وذلك للحوار المسيحي الإسلامي، وأنا أتمنى دائما أن يكون الحوار الإسلامي المسيحي حر فوق كل الشبهات. أعتقد أني مش هسأل أسئلة تاني، وإن كان هناك أسئلة كثيرة في داخلي لأعطي فرصة للآخرين، وأرجوك أن تجاوبي بنفس الترتيب. معكم المايك. ولا يهمك. أليس الله أستاذ عادل؟ متى ستسلم يا أستاذ عادل؟ أستاذ عادل الآن أنا أسألك، متى ستسلم؟ طوالي معك الحكاية يعني؟ طوالي معك الحكاية؟ طيب بعدين أنا أجيب لك النص أرد على نصك، تفضلي يا أستاذ روبا. روبا تفضلي. أبناء الملكوت يطرحون خارجا، أنت لا تؤكد العقيدة الموجودة في الكتاب المقدس وإنما تؤكد عقيدة الأرمينية أو عقيدة الكنائس الشرقية منها الأقباط الأرثوذكس. شكرا لك. أرجع أكمل على موضوع سامحني، بيقول لي إنه أول مرة بيسمع كلام إنه حد ممكن يدعم الثاني. للأسف في الأرثوذكس والكنائس الأرمينية مثل الأرثوذكس والكاثوليك واللاتين والروم الأرثوذكس إلى آخره، لا يعني ما بيوافقوا على عماد الإنجليين والبروتستانت، فبقول لك حتى لو أنت كنت متعمد إنجيلي لازم تتعمد أرثوذكس. ده كلام الكنائس اللي اسمه الأرثوذكسية. بيقول لي ايه لازمة الاسلام لو لم يأتي الاسلام بجديد؟
ده سؤال رائع جدا على فكرة وكتير بسأل يعني فيه. ايه لازمة الاسلام لو ان الاسلام لم يأتي بجديد من ناحية العقيدة؟ هو لم يأتي بشيء جديد من ناحية العقيدة، هو لم يأتي بشيء جديد. لازم انك تفرق يا اخ سامحني ما بين العقيدة وما بين الفقه، اوكي؟ الشيء الثاني انه المسيح لم يأتي بشيء جديد، المسيح لم يأتي بشيء جديد، لانه لما سأل احد الكتبة ما هي اعظم وصية، هو لم يأتي بشيء من كل قدرتك وتحب قريبك كنفسك. فاذا هو لم يأتي بشيء جديد. موسى عليه السلام لم يأتي بشيء جديد ايضا. موضوع التوحيد هو ليس بشيء جديد، هو موجود منذ الأزل أو منذ الخليقة أو منذ بداية الخليقة أيضا من الأزل. الله واحد لا شريك له، وهو الوحيد أو الواحد الذي يستحق العبادة. أما الأشياء الأخرى الجديدة اللي أنا قلتها بكل صراحة وبكل وضوح، إنه جاء وربط ما بين العدل وما بين الرحمة، العدل والرحمة اللذان لا يجتمعان أبدا. الله سبحانه وتعالى في الإسلام وعندما أنزل القرآن على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء ليضع الرحمة والعدل معا. نعم الله سبحانه وتعالى هو شديد العقاب ولكنه أيضا هو الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى هو يريد لعباده أن يدخلوا الجنة، ولكنه أيضا خلق النار ولا يحبها ولا يرضاها، ولكنه شاءها لبعض عباده. فإذا الإسلام هو لم يأتي بشيء جديد من ناحية العقيدة، لكن من ناحية الفقه هناك أشياء جديدة قد جاء فيها، وكانت هي الأشياء المعاصرة التي نستطيع أن نعيش فيها الآن ونستطيع أن نطبقها الآن. لكن مثلا الشريعة اليهودية أو الموسوية هناك في شرائع كثيرة ما نستطيع تطبيقها في زماننا الحاضر، لكن تغيرت مع الزمن، وبذلك جاءت الشريعة الأخيرة الخاتمة على كل الشرائع، هي الشريعة التي جاءت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نيجي على بتقول لي احاول اثبت شوية، بتعطيني يعني نصيحة. ربي يبارك حياتك يعني ويهديك للإسلام. في الحقيقة انا بقالي اكتر من 3 اشهر مسلمة يعني، ولما كنت في المسيحية بقالي اكتر من 10 اشهر او بجوز 9 اشهر اني انا مسيحية. الموضوع هو ليس بالثبات، وإنما هو في أين هي الحقيقة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذه الحقيقة وعلى هذا الإسلام، لأنه أنا وجدت الحقيقة وبقيت فيه 5 سنوات، لكن ما فيش إنسان ما بيضعف إيمانه، ما في إنسان لا يبتلى بابتلاءات ممكن أنه يفقد إيمانه أيضا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا وأن يحسن خاتمتنا، يعني يميتنا عن الإسلام. يعني الإسلام هو أعظم بصراحة، يعني أنا بقول ومن قلبي أقولها، إن الإسلام هو أعظم نعمة أعطانا إياه الله سبحانه وتعالى. لا يفهم قيمتها ومعناها إلا من فقد هذا الإسلام. والله يا سامحني لو تعرف قيمة وعظمة الإسلام ولو دخلت الإسلام، فإذا فقدت هذا الإسلام مرة أخرى يعني راح تشعر بالفراغ الكبير، وراح تعرف قديش الشيء هذا العظيم اللي أنت فقدته. يعني حتى الناس اللي صاروا مسيحيين بيقولوا إنهم تنصروا مسلمين فقط بالإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي إيماننا وأن يثبتنا على هذا الحق. من ناحية الكينج،
بيقول بر الوالدين انه انا كنت اعملهم معاملة سيئة. من ناحية اهلي كانوا يروها على انها هي معاملة سيئة جدا، والسبب في ذلك وما زلت لحد الان يعني يرون بيطلعوا علي على انه انا اسوأ يعني بنت من العائلة كلياتها، I am the bad guy، بيطلعوا علي على انه انا سيئة جدا. وفي فترة من الفترات انا صدقتهم، قلت اه انا فعلا كنت سيئة. ليه؟ للأسف يعني انا كنت اعمل كثير اشياء لهم، ما بحبش اني اتكلم عن الاشياء اللي صارت بيني وبين اهلي، لانه يعني انا اطمع انه اهلي يدخل الاسلام، فاذا انا اجيت اتكلم عنهم فانا راح اشوه صورتهم، اشوه سمعتهم. لكن هقول لك حاجة من الاشياء، مثلا انه كنت في لحالي في الغرفة كنت قاعد اقرأ القرآن، وهذا كان يزعجهم، كان يضايقهم، كانوش يحبوني انه انا اقعد اقرأ في القرآن. لما يجي ناس عنا ضيوف لازم البس الحجاب، هم مش عايزيني اني البس الحجاب، بالنسبة لهم هذا الشيء غلط، بالنسبة لهم هذا الشيء يعني مسيء لهم انه واحدة مسلمة قاعدة في بيت مسيحي وبتعمل الكلام ده. اوكي، بالنسبة لهم لما كنت انا يعني لما اطلع لازم البس الحجاب، لما كنت اصلي كنت يعني اصلي، مرات كان عندي الكمبيوتر اكون حطيته على السماعة فيطلع صوت الاذان، فهذا كان يضايقهم برضو. طبعا الان انا بحاول قدر الامكان، انا ما زلت عندهم على فكرة، ما زلت عايشة معاهم، الان انا بحاول قدر الامكان اني انا ما اضايقهم بالاشياء هاي كلياتها، واني انا اعمل العبادات هذه لنفسي دون ان اضايقهم فيها، لاني وصلت الى مرحلة الان انه المعتقد الشخصي هو للانسان فقط، لا داعي انه يحاول الانسان انه يعني يجبر الاخر عليه. يعني انت ما تلزم، يعني مثلا انت بدك تصلي ما تلزمناش بصلاتك، ورغم اني انا كنت اطمع انه بعملي هذا اللي انا مش شايفيته غلط لكن هو بالنسبة لهم غلط، اني انا ادعيهم للاسلام ويدخل الاسلام، لكن وجدت انه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفعلا مهما احببت اهلي وحاولت اني ادعيهم للاسلام انا مش هقدر ادعيهم، مش هقدر اني انا اللي اهديهم للاسلام. وتعلمت درس كبير من هذا الكلام، انه مش انا اللي بجيب الناس للاسلام، اللي اسلموا الاربعين شخص اللي اسلموا على ايدي مش انا اللي اسلمتهم، هم اسلموا وانا كنت يعني مجرد وسيلة الله سبحانه وتعالى وضعني اني يعني احكي لهم عن الاسلام، لكن الله سبحانه وتعالى هو اللي جابهم للاسلام. واقول لك حاجة، يعني الخمس السنوات وكلها يعني الواحد بيتعلم، الواحد تعلم كتير من الاشياء اللي مرت في حياته، وتعلمت انه مهما يعني مهما شافوني اهلي انه انا سيئة، لكن انا عارفة انه انا حاولت اني يعني ارضيهم لدرجة اني حتى ارضيتهم، حاولت ارضيهم حتى وانا مسيحية، ويعني لكن وجدت اخيرا يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني مفروض انه لما انا اجي على موضوع الدين، وهذا حكيته لاهلي، يعني قلت لهم انتوا عايزين تفرضوا علي انه انا ما اصليش في البيت، مش هقدر اني هقولكم مش مشكلة انا مش هصلي في البيت، مش هقدر، بس انا ممكن هقولكم انه انا لما انتوا ما تكونوش موجودين انا ممكن اصلي، او لما او بطلع برا عندي على العربية السيارة عندي وصلي جنب السيارة هناك، بس انا ما تقول لي انه ممنوع تصلي، مش هتقدر انك انت تفرض علي اني ما اصليش. هو الموضوع، هو ده الموضوع يعني. لكن ممكن اني اصلي في غرفتي لوحدي، او اني اطلع برا واصلي لوحدي، اذا كان في مسجد قريب اني اروح عليه اصلي، لكن مفيش داعي اني انا اجي افرش السجادة مثلا في الصالون وهم قاعدين بتفرجوا على التلفزيون وقاعد اصلي قدامهم، يعني عشان اورجيهم انه انا واقفة تعال شوفوني انا عم بصلي. يعني حاجات كتيرة تغيرت في الفترة دي وتعلمت منها كتير، وهو ده الكلام اللي انا حكيته على قناة الحياة، اني انا كنت اضايقهم، اني كنت اسوي شغلات مش تستفزهم،
هي بالنسبة إلي أنا حاجات طبيعية، لكن بالنسبة لأهلي هي كانت أشياء مستفزة. فتعلمت إنه حتى في الأشياء العبادات إني ما أستفزهمش فيها، وإني أحاول إني أسوي الحاجات دي لنفسي وليس ليهم، وأدعيهم في ظهر الغيب إنه الله سبحانه وتعالى يهديهم للإسلام. بارك الله فيكم، معكم هون. طيب السؤالين الكلابين اللي حتى انه يا رضا انت قلتي انه المسيح لم يقبل من جميع الانبياء. نعم، في ميزان الكتاب المقدس، الكتاب المقدس عايز انه يبرئ، او في ايضا اللاهوت المسيح، فنحكي اللاهوت المسيحي عايز انه يبرئ المسيح ويقول انه هو الوحيد الذي لم يخطئ. انا اذا عايزة اني ادرس العقيدة المسيحية لابد لي اني انا ادرسها من الناحية المسيحية وليس من الناحية الاسلامية. يعني انا بصراحة كتير ناس في مرات من الباحثين في الكتاب المقدس بيستفزوني جدا من المسلمين لما يجوا يتكلموا عن المسيحية بمنظور اسلامي، او واحد مسيحي زي ما انا كنت اعمل لما كنت مسيحية اني اتكلم بالمسيحية بمنظور اسلامي بمنطور عن الكلام. وهذا ده غلط قوي. يعني إنسان لو عنده سؤال عن الإسلام مش هيروح يسأل واحد مسيحي، يسأل واحد مسلم وحيدي الإجابة من السيستم النظام الإسلامي اللي هو درسه. نفس الشيء كمان المسيحية. فأنا اللي صار معايا إنه أنا كنت مسلمة، لكن في آخر فترة من حياتي بدأت أرجع إلى الأنظمة السيستم اللاهوتي اللي أنا كنت أدرسه قبل الإسلام، اللي هو أني أنا أحكي أن المسيح هو الوحيد الذي لم يخطئ، وأنه القدوس، ما فيش قدوس غيره غير الله سبحانه غير الله، فإذا الله قدوس المسيح قدوس، فإذا المسيح هو الله إلى آخره. لا، أنا مسلم، أنا مسلم الحمد لله، أنا لست بهائية. وعلى فكرة درست البهائية قبل ما أني أرجع للإسلام، قبل فترة بسيطة بس، لأول مرة على فكرة بدرس البهائية. يعني سبحان الله قلت لا يمكن يصير بهائية بعد بدرس البهائية. نعم، سنة وجماعة. فسبحان الله وجدت انه الغلط اللي انا عملته، وحتى لما انا كنت عماني بتكلم عن الاسلام بمنظور مسيحي وده غلط، لانه الاسلام يعصم جميع الانبياء من الخطايا ومن الكبائر. فلا يجوز اني انا اجي احكي ان المسيح هو الوحيد الذي لم يخطئ بمنظور اسلامي. لو انت عايز تقولها كمسيحي لانك انت تؤمن باللاهوت ان القدوس الوحيد الذي لا يحتمل خطية ولا يجوز ان يعمل خطية هو الله، فاذا المسيح هو الله، وبينما بقية البشر ان دخلتهم الخطية وبالتالي هم مولودين بالخطية ما عدا المسيح هو الذي لم يولد بالخطية. ولكن هذا خطأ في الكلام. لازم هقول لك انه في الكتاب المقدس هناك اناس كثيرين تحدث عنهم الكتاب المقدس ولم يعني لم يقر عليهم خطية واحدة. منهم اخ نوح يقول انه مشى مع الله ولم يوجد على الارض فاذا اخ نوح هو لم يفعل خطية، لم تسجل عليه اي خطية. ارمياء له سفر كامل، حياته كامل هو طفل من عمره 12 سنة من لما صار نبي إلى حد ما مات، لم تسجل عليه خطية واحدة. هناك الكثير من الناس التي لم تسجل عليهم خطايا، لكن الكتاب السيستماتيك ثيولوجي أو النظام اللاهوتي يقر أن المسيح الوحيد الذي لم يفعل خطية. وأنا لما أجيت حكيت في هذا الكلام على قناة الحياة كنت أتكلم فيها من ناحية مسيحية وليست من ناحية نقدية ولا من ناحية إسلامية، لأن من الناحية من المنظور الإسلامي يقول لك أن المسيح وجميع الأنبياء لم يفعلوا خطية، ونحن ننزه جميع الأنبياء عن الخطية، عن الخطية أو عن الكبائر أيضا. نعم، قلت أنني أؤمن أن المسيح هو إله وليس الله. أنا عمري ما قلت هذا الكلام. أنا كنت لما كنت مسيحي كنت أؤمن أن المسيح هو الله، هو الله
كنت لما أصلي أصلي للمسيح، لكن كنت أحاول طبعا قالوا إنه هي هرطقة، كنت أحاول إني أنا أفهم المسلمين لما كنت أطلع مع ميمو عن نتكلم عن الثالوث وكده، يعني كنت أحاول إني أفهمه إنه العقيدة الإسلامية ممكن يكون فيها تقارب وتشابه ما بينها وما بين العقيدة المسيحية، وأحاول من القرآن والسنة إنه أثبت إن المسيح هو الله، وده كان غلط. لما أنا عايزة إني أنا أدرس دين معين لازم أدرسه بالطريقة الطريقة بتاعت الدين نفسه، يعني لا ما بصير لا ولا قرآنية يا جماعة، أنا سنة وجماعة، والله سنة وجماعة. المهم يعني عم بشوف أشياء غريبة عم بتصير غريبة جدا. لا والله، حتى لما كنت مسلمة قبل قبل ما إني أرجع، قبل ما إني سبحان الله قبل ما أترك الإسلام، أنا كنت سنة وجماعة برضو. لما موضوع إنه أنا صرت قرآنية، هاي كانت فقط أول 8 أشهر من إسلامي، وبعدين 4 سنوات تانين وأنا كنت عايشة سنة وجماعة، بس أول 8 أشهر من الإسلام كنت قرآنية، لأني ما كنتش أفهم السنة، ما حدش علمني السنة. كنت ألاقيها سهلة جدا إنه لما تجيني شبهات من المسيحيين إني أقولهم أنا بفهمش بالسنة وما تسألونيش عن السنة وأنا قرآنية، يعني كنت هيك أحكي. ليه؟ لأنه ما كانش عندي العلم، ما كنتش أعرف أجاوبهم. فللأسف الشديد لما واحد يسلم الهات وعايزينه يكون هو المفتي، يعني عايزينه يعني خلص انت اسلمت صرت تعرف كل الاجوبة على الاسئلة بتاعتنا. ونفس الشيء كمان لما واحد يعني سبحان الله، وحتى كمان بيجي مسلمين بيصيروا يسألوا المسلم الجديد على فتاوى وعلى هل يجوز ولا يجوز، وهذا خطأ. يعني لسه المسلم الجديد بيكون هش، بيكون حتى شخصيته هشة، يعني لأنه التحول هذا الشديد اللي حصل معاه إنه يقفز من المسيحية إلى الإسلام تضعف حتى شخصيته، يعني وتضعف حتى الثقة بنفسه. يعني فلا يجوز إنه واحد مسلم جديد تروح تسأله هل يجوز أو لا يجوز، أو إنه يعرض نفسه للشبهات هذه جميعها بس أنا كنت عايشة هنا في أمريكا، أهلي يعني تعرضت إلى الكثير من الصدمات من المجتمع المسيحي اللي حولي، يعني بصراحة سبحان الله ما حدش علمني الأشياء هاي كلياتها، لكن لازم يكون عنا إحنا الآن، يعني وصلنا لمرحلة بعد ما صار عنا كل هؤلاء المسلمين الجدد وعمالهم بتغيروا، عفوا عمالهم عم بيصير في عنا مسلمين جداد وهيك، لازم يصير عنا شيء رسمي نعمله عن جد، يعني من ناحية حماية المسلمين الجدد، أيضا من ناحية إرشاد المسلمين الجدد، يعني مش بس مجرد حمايتهم من الأهل، ومن لازم يكون في هناك أيضا إرشاد نفسي، إرشاد ديني، إرشاد اجتماعي، كل هاي النواحي، يعني حتى إرشاد كمان يعني عند الزواج، يعني مفروض إنه يكون في، لأنه أول ما تسلم الوحدة على طول متجوزة، وأنا متجوزة بدهم يلزقوها بزوج، هاي المشكلة. يعني مفروض إنه يكون في هناك توعية بين المسلمين الجدد، وإن شاء الله هلأ أنا عندي الفيسبوك تبعي بدأت أكتب مواضيع للمسلمين الجدد خاصة بالمسلمين الجدد والأشياء اللي بيعانوها، وكيف ممكن إنه يتخطوا هاي المشاكل اللي هم بيعانوها في المجتمع ومع الأهل. كتبت أول موضوع لإلي عن هذا الموضوع اللي هو الشعور بالذنب، لأن كثير من المسلمين الجدد يشعرون بالذنب إنه هم تركوا أهليهم أو إنه هم تسرعوا في إعلان إسلامه أو بهذا الطريق، يعني فنحن نحتاج فعلا إلى توعية بين المسلمين الجدد. سبحان الله. الموضوع الرابع اللي هو عائشة رضي الله عنها، إنه أنا كنت أتحكم على الرسول صلى الله عليه وسلم في قناة الحياة. نعم أنا قلت أشياء كثيرة، لكن لا تنسى إنه أنا لما كنت في المسيحية كمسيحي لا يؤمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا المسيح يكون له يعني الصلاحية نقول على اللي هو عايزه، يعني استغفر الله العظيم. الشيء الثاني إنه أنا نفسي كمان أيضا من ناحية استغفر الله العظيم يعني إيش ممكن هقول بالنسبة للأشياء اللي صارت معي كمان، إنه
يعني اشياء نفسية، وكمان برضو خلينا نحكي نوع من يعني مش عارف كيف بالعربي يعني، بس كانت نوع من ايضا انه انا اريد ان اتجاهل الاسلام، واني انا ابعد عن الاسلام قدر الامكان واتكلم عليه بطريقة سلبية. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا. بارك الله معكم. طيب اشكرك استاذ المسكاوي، ولكن انا هدخل في اسئلتي على طول. يعني هي قالت في قناة الحياة انها قرآنية في فترة من الفترات، وانها ما كانتش تؤمن بالسنة يعني. فانا برضو عايز اعرف دلوقتي هل هي رجعت قرآنية ولا بتؤمن بالسنة؟ ثانيا، الأخصوبة قوار قالت لك مسألة أعتقد أنك سمعتها لكنك نسيتها. هي قالت أنها كانت تفر بكلمة قرآنية لسبب عدم العلم. سؤالك ممتاز يا أستاذ، ما في مشكلة. هناك برنامج إن شاء الله، برنامج تعليمي لكل الداخلين في الإسلام بكل هذه المسائل، ومن خلال ومن ضمنها الشبهات، لأنه كثير من الناس، أنا أقول حتى المسلمين، كثير من المسلمين لا يعرفون ردود الشبهات، كثير من المسلمين لا يعرفون، ماشي؟ فهذه لأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، شكرا. كيف تسوي؟ انا مش عارف اطلع ولا اجاوب حضرتك على السؤال اللي سالته. انا هسال وبكتب اجاوبك بعدين على السؤال. بالنسبه لل مشاهده الحلقتين اللي هم بتاع اختبار رفت ربا على قناه الحياه، كانوا حلقتين في الجان ورا بعض، انا شاهدتهم وتابعت كلمه بتفكيك شديد. يعني رغم انها متكلمه كويسه ومتكلمه جيده، الا اني انا كانسان ده رايي انا الشخصي، ما شعرتش بأي مصداقية في كلامها، ورجوح المسيح ما شعرتش فيها أي مصداقية في أي كلامها. السؤال بقى، إزاي عرفت تخدع قناة الحياة كلها بالأخ وحيد؟ هو ده، هي دي الإشكالية اللي واجهتني. رغم الأخ وحيد المفروض يكون عنده مواهب يكتشف يعني الناس، مش مجرد أنا أقول أنا مثلا دخلت المسيحية أبقى كده خلاص تعالى نفرح بيك ونعمل لك علاجات وخلاص. المفروض الإنسان بيعدي بمراحل اختبارات كتيرة عشان يتأكد إذا كان رجع صحيح بالقلب ولا لا. صدقوني أنا شهدت الحلقتين بتفكيك شديد جدا، ما شعرتش بأي كلمة صادقة من كلامها إن رجعت المسيح من قلبها، ولا كلمة شعرت فيها، مع إنها متكلمة جيدة وبعترف بيها، لكن من كلامها يعني ما حسيتش. أنا شفت اختبارات هناك كتيرة لدرجة إن في بعض الناس بكيت بالدموع وهم بيحكوا اختباراتهم، وغالبا كانوا مسلمين واتنصروا، لكن في اختبار رخت ربا شخصيا انا مش عارفش باي مصداقية في اي كلمة في الحلقتين، لا في الحلقة الاولى ولا في الحلقة الاجابة بتاعتين التانية، عشان ابقى موضح. فازاي اتخدع فيها الاخ وحيد وقناة الحياة اتخدعت ازاي؟ هي دي النقطة اللي سؤال مهم. شكرا. بعرف اقول لك شغله، نفس السؤال سالوه المسلمين لما انا اعلنت اني انا تركت الاسلام، كيف اخترقت ربع قعوار صفوفنا؟ والله لا ادري، قدر الله ما شاء فعل. بجد يعني نفس السؤال سالوه المسلمين، كيف اخترقت ربع قعوار صفوفنا؟ وهل ربع لم تسلم وانما كانت جاسوسة وكانت منافقة وكانت كاذبة؟ سمعت من المسلمين أيضا، الآن لابد لي أني أنا أسمع من المسيحيين أيضا، ربا كاذبة، ربا منافقة، ربا بتلعب بالأديان. ونفس الشيء أخي أقول لك النص اليمين، أنا طلبت يسوع مخلص شخص لحياتي وطلبته من قلبي، لكن هل أنت بتعرف إيش قلبي؟ أنت عليك الظاهر،
اما انت تقول لي انه انت عمرك ما صرت مسيحية، طب كيف كنت انا اروح الكنيسة وكنت اصلي واصلي للمسيح والاخرين، والناس اللي حوالي هون في المجتمع بيعرفوا ان انا كنت فعلا مسيحية، وبنفس الشيء المسلمين اللي ما عرفوني وقعدوا يقولوا انه انا منافقة وبلعب الاديان وانه انا كنت جاسوسة، هم لم يعيشوا معي ولم يعرفوا حياتي الحقيقية وكيف كنت انا اروح المسجد واصلي معاهم وكنت اساعد في الدعوة الى اخره. فهذه يعني الكلام هذا كلياته احتمالي غير اكاديمي، لا يعني ما فيهش اي نوع من الصحة. والوحيد الله سبحانه وتعالى الذي يعرف القلوب فقط، هو يعرف صدق الانسان. نسأل الله سبحانه وتعالى الاخلاص في القول والعمل. سبحان الله عماله بيأذن عندي المغرب. السؤال الثاني للوغوس، هل انت كنت قرآنية؟ انا قلت هذا الكلام انه انا كنت قرآنية في اول 6 أو 8 أشهر خلينا نحكي من اسلامي، لكن انا عشت 5 سنين في الاسلام، فماذا كنت في ال4 سنوات الاخرين؟ كنت مسلمة على السنة والجماعة، كنت ادرس عقيدة الطحاوية، وكنت وبعدها درست العقيدة الواسطية على يد احد العلماء من السعودية. وبعدها لم اكتفي فقط ان اكون من السنة والجماعة، ولكن ايضا كنت اقول عن نفسي سلفية. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من السلف الصالح الذين يتبعون اثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانا الان من السنة والجماعة. معكم المايك. اختي ربا، انا ما يعنينيش انت كنت ايه، بس طبعا احنا كلنا متأكدين انك كنت مسيحية واسلمتي ورجعتي مسيحية واسلمتي. وعلى فكرة انا مش من النوع، انت ما فيش في اسلامك ولا في رجوعك تلاعب، لا ده حقيقة، لازم نبقى احنا واعيين ومفكرين ويبقى مخنا كبير، بلاش الكلام فاضي. بس هو انا يعني في رأيي الشخصي انك انت بتدرس الاديان بالعقل، لكن ما فيش تعامل شخصي مع الله، دي مش مشكلتنا. بس مشكلتنا يا اخت ربا، عايز اسالك حته حياه حضرتك. الاسئله اللي انا سالتها لك كلها كنت اتمنى صدقيني تجاوبيني، بس مشكله جاوبتيها كلها بعكس ما انا سالتها، بعكس ما انا سالتها. يعني انا سالته قلت لك ان عيسى لم يخطئ، ورحت للشيخ والشيخ قال لك لا عيسى ما اخطاش، سبتيها ودخلتي في المسيحيه وقلتي مين اخطا في المسيحيه. ما اعرفش ليه سبت السؤال ودخيلت السؤال، ما قلتناش حكايه الشيخ. حضرتك برضو يعني نفسي كانت تجاوب الاسئله زي ما انا سالت. على فكره انت لما تكلمتي على الغرفه، وعلى فكره تسجيلاتك كلها موجوده، فيعني خليكي دقيقه في الكلام اللي قلتيه على قناة الحياة، عشان انت لما قلت في حتة قرآنية قلت حاجة. لا ثواني يا اخت بنت القسيس، انا هكمل كلامي وكمل براحتك. انت في حتة قرآنية انت قلتي انا كنت متزوجة واحد وكنت سنية، وبعد كده سبته وانفصلت ورحت عند اهلي. يعني الاول كنت سنية وبعد كده بقيت قرآنية، مش الاول كنت قرآنية وبعد كده بقيت سنية. السؤال اللي عايز اسأله لك، انت قلتي بالنص لما سألوك عن رسول الاسلام، لا التسجيل موجود واتحداك، انت قلت عن رسول الاسلام، قلت بالنص الكامل ان رسول الاسلام، قلت اعترف بانه كان رجل سياسة قوي وكون دولة عسكرية قوية وهو رجل حرب، ولكنه للأسف حتى في دولته العسكرية فشل وتكونت أمة إسلامية فاشلة. فما تعليقك على ذلك، وما الذي جعلك تغيري رأيك؟ ويريد ترجع تجاوبي أسئلتي الأولانية بزي ما أنا سختالك، مش زي ما انت جاوبت له. لا ما فيش حاجه كذاب، كل الكلام ده موجود وانا مستعد اجيب لكم التسجيل. معكم عندنا في الاسلام يقول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله الها اخر، يعني لا بيقولوا يسوع ابن الله ولا بيقولوا يسوع ثالث ثلاثه ولا الله ثالث ثلاثه، ماشي، لا يدعون مع الله الها اخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيمة. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فإحنا يا أستاذ عادل
تقول لها لماذا؟ أنا أقول لك لماذا فعلت ذلك، أنا سأجيبك عنها. فعلت ذلك إرضاء للمسيحيين، شو رأيك؟ شوف أنا بجابك ببساطة، فعلت ذلك إرضاء للمسيحيين. أنت قلت نفسك، أنت قلت أنا كنت أشوفك، ولا المسلمين اللي قال، ما أدري واحد منكم قال بأنه أنا ما كنت مقتنع بإيمانها وإنها رجعت للمسيحية، وأنا أقول لك تمام. كل يكون سمعني وأعطونا واحد إذا سامعني. يعني وأنا كنت متمنى تكون ربا موجودة، لأنه ربا قوار تعلم بأنني مسلم سابق. شكرا لكم أخواني. والله أنا مش زعلانة، بس يعني مت بغيظك يا أخي الكريم من شلوم. نعم بيني وبينك كثير من الحوارات، وأنا أعرفك. الله يهديك، يعني الله يرجعك للإسلام. والله يعني أنت خسرت شيء كثير كبير، خسرت أنت كثير شيء كثير كبير. وعلى فكرة الاسم اللي أنت حكيته قبل شوي اللي جبته من الفيسبوك، أنا لست متزوجة أخي الكريم. وإذا لاحظت في شجرة العيلة تبعتي اللي حطيتها على الفيسبوك، حاطة ناس مسلمين، حاطة ناس ملحدين، مثل مثلا أنا البهدورة، الشيخ السلفي إلى آخره. فهذول أيضا ليسوا إخواني البيولوجيين، لكن أنا كمان حطيتهم من شجرة العائلة. أضفوني وأضفتهم، يعني ما في أي مشكلة. فما فيش داعي يعني التدليس. يعني أنا لست متزوجة، وإن شاء الله لما أتزوج حدعيك على العرس إن شاء الله، وأدعي كل الغر الكلي على العرس وعلى الفرح إن شاء الله. الله يبارك فيكم. وإذا كان عشان موضوع الزواج، أنا حطيت موضوع في الفيسبوك تبعي اسمه رسالة لكل من تريد أن تعتنق الإسلام لأجل علاقة حب، ياريت تقرأه. لأنه أنا لا يعني كتير بيجيني رسائل من ناس بدها تسلم أو بدها تصير مسيحية لأنها هي بتحب واحد، وهذا الكلام، وأنا لا أشجعهم أنهم يسلموا عشان هم بيحبون واحدة مسيحية زيي. كمان أنه أنا يعني في فترة من فترات بكل شيء من بالثالوث وهيك، يعني بقدر اتزوج اي واحد مسلم، مفيش مشكلة يعني، وانا مسيحية. انت بتعرف الشريعة الاسلامية انه انا كمسيحية بقدر اني اتزوج اي واحد مسلم، ما عنديش التعصبية الدينية هاي، والتعصبية اسم العيلة وشرف العيلة والحكي الفاضل اللي موجود عندنا في الاردن، ما عنديش هذا الكلام. انا كتابية وبقدر اتزوج اي واحد مسلم، ما في اي مشكلة يعني. لكن اذا كان يعجبك اني انا ما اتزوج يعني وابقى راهبة مسلمة عشان انا على حفة قبري اطلع عليك وارفع لك اصبعي واقول لك اشهد ان لا اله الا الله، شايف انا لم اتزوج عشان بس اثبت لك اني انا لم اسلم من اجل الزواج ومن اجل الحب، بعدين اموت، ايش رأيك؟ طيب شكرا لك اخي الكريم، وشكر خاص وتحية للاخت الفضيلة. طبعا ربنا يثبتها على الايمان والدين، وتلقي ان شاء الله محمد وعيسى وادم ونوح وجميع الانبياء باذن الله على نعمة الاسلام. الناس دول لما دخلت في وسطهم، هل كان كل تركيزهم ان هم يعني يثبتوك في الايمان المسيحي والمعتقد المسيحي، ولا كل تركيزهم ازاي يقرهوك في الاسلام او يقرهوا اي انسان في الاسلام؟ النقطة دي تهمني جدا جدا، الله يعزك يا رب، يا ريت لو تركزي لي فيها. تمام. قبل ما ارد على الاخ انجيش، في موضوع انا حابة اني ارد على الاخ الصليانين والكينج، ان شاء الله يكونوا موجودين. للصليانين والكينج اكتب لي رقم 5. نعم. عايزة اقول حاجة بالنسبة لموضوع انت قلتي على قناة الحياة وسويتي على قناة الحياة وكذبتي على قناة الحياة وحكيتي اشي على قناة الحياة والى اخره. لا، وفي لسه كمان اشياء انا كمان حكيتها لسه ما طلعت، وان شاء الله راح تطلع على قناة زكريا بطرس. انا في لسه حاجات، انا سجلت 24 حلقة على قناة زكريا بطرس، 12 بالإنجليزي و 12 بالعربي، للأسف في العقيدة. ما بتتحدثش كتير عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هي تتحدث عن العقيدة الإسلامية.
وارسلت رسالة خاصة لزكريا بطرس، والهاكر اللي هكر على زكريا بطرس قرأ الرسالة، هو ممكن يجي ويحكي لكم يعني بالنسبة لموضوع هذا. قلت له انه انا تركت الاسلام وانت لك كل الحرية انك تعمل بدك اياه في الحلقات تبعتي، وانا اعطي الصلاحية والاجازة لكل الشيوخ الاسلاميين انهم يردوا على كلامي، وانا حرد على كلامي برضه، وربق عوار ترد على ربق عوار عشان يعني تكمل الـ 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 القصة الانفصامية اللي حصلت معي. وايضا شو اسمه واعطي الصلاحية للشيوخ انهم يحكوا لهم عايزين، وحتى عني كمان سلبية، انا اعترف انه انا اللي عملته كان غلط، بس الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا وان يغفر لنا. فمش عارفة يعني ان شاء الله اذا طلعت هاي الحلقات ما اعرفش اذا هي حتطلع ولا لا يعني. لكن انا قلت لزكريا بطرس انه انا لا اؤمن باي شيء من اللي قلته في قناتك، معتقداتي الان كلها تغيرت، واسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا ويغفر. اخي انجيجد، بالنسبة للكنائس هل هي تركز على المسيحية ام هي تبث الكره في الاسلام؟ والله اقول لك شغلة، انا دخلت في كنائس عشان اقول بصراحة يعني لا يتكلم عن الاسلام، الناس اللي في الكنيسة مثل القساوسة وهذول ما بيحكوا عن الاسلام، وحتى بدهم يحكوا عن المسلمين بيقول اخواننا من العالم الاخر او من الطرف الاخر، عشان اقول اكون صريح يعني بصراحة ما بتكلموش عن الاسلام في الكنائس، لكن ممكن العائلات مثلا في الجلسات الخاصة مثلا عايزين يتكلموا في موضوع شو اسمه موضوع مثلا في حوار اديان شو زي هيك، ممكن يتكلموا عن الاسلام. القنوات المسيحية دول منظمات موجهة، دول مش كنيسة. يعني مثلا قناة الحياة، الكرمة، يعني هدول إنهم قنوات دول موجهين ومدفوع لهم فلوس، وبرضه كمان جايين من منظمات مثلا لتبشير وتنصير المسلمين، فغير إنهم بيعملوا حاجات إنسانية ممكن تساعد المسلمين الفقراء وإلى آخره، على أساس إنه يطمعون في تنصيرهم، لكن أيضا عندهم برضه الجانب الآخر اللي هو الجانب اللي يسمونه الأبولوجيتيك، اللي هي إنه يبين شناعة الدين الآخر. وأنا دخلت في هاي الحملات التنصيرية أو كرازات تبشيرية، هو مش بس بيعلقوا على الإسلام على فكرة، بيعلقوا على الهندوسية برضو، على البوذية وإلى آخره، لكن طبعا أكثر شيء وأكثر ناس هم اللي بيكونوا ضد الإسلام للأسف هم ليسوا أمريكان، لأن أمريكان ما بيعرفوا شيء عن الإسلام للأسف، إن هم عرب، للعرب إما متنصرين او انهم عرب متعصبين، وهم بيكونوا بيشتغلوا تحت هاي المنظمات التنصيرية. لكن الكنائس العادية ان كانت ارمينية او بروتستانت، يعني ان كانت انجيلية او أرثوذكس او هذا، يعني في صلواتهم في تسبيحهم في وعظاتهم ما بتكلموا عن الاسلام ابدا، عشان هقول لك يعني. فارجو اني انا جبتك على سؤال معكم.